دي اسهل وما فيهاش ريه. لا 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 لا، قولي قفص بصل وقفص عصب. قفص البصل رفص، قفص العصب رفص، يقدر قفص العصب يرفص، قفص البصل رفص زي ما قفص البصل رفص. اختار انت بقى واحده من كل الحاجات دي. قول شايبه اصبر، ده بيقع. ركبي شعي مستعاي. ما خلاص يا زينب، دي حته صغيره، تعالي انا اعملها لك. بالراحه بالراحه يا زينب، بالراحه يا سيد، بالراحه الوليه يا سيد. تعالي يلا استنوك. بقول لك ايه يا زينب، اتفني البتاع اللي وقعت دي عشان ما يطلعش امل ويقرفنا، مش ناقص قرف. حرقتي شعر الوليه؟ الطيبه دي يا بنت دي، الطيبه دي، هو ده مش واكل خالص؟ مش جايب؟ ثانيه واحده، خطه البديله. يا رب، ها يا رب ده يجيب نتيجه. ماشي. والنبي ما تبصش لحد. حاضر. ثواني نشوف بقى الناس بقى سحابات الفيلم. ماشي. سلام عليكم. وعليكم السلام. زي حضرتك يا مراد بيه، انا فرحان وسعيد ان انا جاي عيد ميلاد حضرتك. اهلا وسهلا. ملحوظه بس، انا مش مراد بيه. اه انت من الناس اللي ما بيحبوش التكليف والحاجات. ماشي يا مراد، انت راجل مهزق. بقول لك انا مش مراد نفسه، مش الفكره في اللقب، انا مش مراد. بس عرفتك، انت اصلا ابنه عشان فيك شبه منه. كلبوزه 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 كلبوزه. انت تعرف مراد عشان تعرف ان انا فيها شبه منه؟ لا. طب امال ايه يا عم، انت مجنون؟ امال حضرتك مين؟ انا حسن. وانا محمود. اهلا وسهلا. زي حضرتك. عامل ايه يا باشا؟ الحمد لله. تمام. انت معزوم هنا معانا؟ لا الصراحه احنا ما بنتعزمش، احنا بنيجي زط كده. زط؟ اه يعني بص، نلبس انا والمدام كده ونتشيك زي ما حضرتك شايف، وننزل بقى نلف بقى على البوفيهات، على الموالد، على الافراح، وفي رمضان ربنا بيكرم بموائد رحمه. طب وشغال ايه بقى على كده؟ انا غطاس. غطاس؟ اه. يعني بتعمل دايفنج بقى وسنوركلينج وشرم والغردقه والحاجات الحلوه دي؟ هو دايفنج وسنوركلينج برضه، بس مش في شرم والغردقه. امال فين؟ في ابو اتاتا بقى، كوم الشقافه، ميت كنافه. ثانيه واحده. اه. انت انت غطاس ايه بالظبط؟ انا غطاس مجاري. ايه التباهي والتفشخر اللي انت فيه ده؟ ده غطاس مجاري يعني بتعوم في بيبيه. يعني معفن، بتعوم في بلاليه. مفيش الكلام ده يا حبيبي، انا مسميني في منطقتنا ابو هيف البلعات. لعلمك يا استاذ، جوزي ده بياخدني في الصيف ونغطس مع بعض. نلبس المايوهات ونفط في البلعات. انت فاكر ايه يا فندم؟ هو انا بعوم كده زي الناس الهبل؟ لا ما بتعومش كده، بتبيه كده وبتبيه كده وبتمشي. مفيش الكلام ده يا حبيبي، انا بعوم كده. وارجع كده وارجع كده. بس وصلت البراميل خلاص. بس وعندي محل كاتب عليه بيبي بيبي واو. لا واضح ان العفنه في مقصله. بسم الله ما شاء الله. انا بس عايز اسال حضرتك شغال ايه؟ انا دكتور عيون. دكتور عيون؟ ده انت جيت لي في الوقت اللي هو يا ابن اللذيذه. ايه في ايه؟ دكتور عيون بجد؟ اه والله. ده انت خد التقيله بقى. لا انا بتاع التقيل. صح. بلاش خد الخفيفة بقى. أنا دكتور عيون وأكبر مستورد للعيون في مصر كلها. بتستورد عيون؟ اه لسه جاي لي حتى طلبية أول امبارح، في جوز زرق جمال جدا جاي لي، وفي جوز عسلي وجوز بينك كده، وجاي لي جوز ذهبي كده، ذهبي. آه. بتالك بقى فظاع. عندك عين عمية؟ عين عمية خالص؟ اه لحد يعز عليا مش عايزه يشوف تاني. بسيطة، نركب له عين جمل. عين جمل هنا وعين جمل هنا، ونجيب بندقتين، نحط له بندقيه هنا وبندقيه هنا، وندهن عليهم جيلي. تمام. ونجيب بقى ايه، كريم شانتيه، ونقوم باظين هنا شويه وباظين هنا شويه، بحيث يبقى فيه ايه اللي هو البسبوز الجميل ده هنا وبسبوز جميل هنا. ونجيب بقى شاليمو، ونقوم ظابطين واحده هنا واحده هنا، ونقوم جايبين كنز وحاطين هنا وهنا. ده مش دكتور، ده حلواني. ايه يا محمود، في ايه يا محمود؟ تعالى كده لو سمحت. بقول لك ايه يا دكتور العيون، الاقيش عندك جزء عيون رمادي 37؟ عايزاها برباط ولا بانس؟ احترمي نفسك يا وليه. ايه ده ايه ده؟ بقول لك دكتور عيون مش تاجر جزم. انا محمود. هو بيكلمني كده ليه؟ معلش انا اسف. عامل معاه صح ده ولا ايه؟ خلاص. ايه انت يا نيله، بصي لي هنا. نعم. اوه اوه إيه؟ اوه 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 يا لهو يا خرابي. ايه ده؟ ايه؟ انت جبتها منين دي؟ ده انا مجمعها. دي فظيعه.
اخيرا لقيتك بقى. بصي بصي، احنا هنتجوز، نتجوز انا وانت، مش هطلق سيد ونتجوز انا وانت. لا ماما انا افهمك، انا اللي هفهمك، انا بدور عليكي من زمان. سيد ده بقى شبه زي الستات كلها عادي كده، لكن انت حاجه سبيشال اوردر. لا ما هو مش هينفع، انا افهمك ليه. اسمعي انت مني، هنتجوز بقى وتنتني، لا لا والحاجات دي هنبسط. يا محمود قول له حاجه، هطلب ايدك من الهفا اللي قاعد جنبك ده، اللي هو اخوكي ده، هطلب ايدك منه ونتجوز. ثواني هتعرف مين الهفا يا بيه. ثانيه واحده بس، هنتجوز ماشي. يلا بقى بينا. لا لا لا، ايه ده محمود؟ محمود ايه ده يا محمود؟ هي الناس دي بتبصلي كده ليه؟ ديكي بقى كده في ايديا، افتح ازوزها وانا مالوش عوز، هتحسي بيا يا استاكوز. يا لهوي بالي ما تيجي اقول، ده انا شفت ياما ولا شفت زي. يا لهوي بالي بالي ما تيجي اقول، ده انا شفت ياما ولا شفت زي. وانت راجعه بقد انتظار، والله كنت هتقلب على ده. محمود ايه؟ انت طالق، انا هاخد ده. تعالى تعالى يا وحش، تعالى لي كده بقى. ايوه جميل، ايوه كده. شفت هو بيرقص؟ ايه ده؟ ايه الطاقه اللي انت فيها دي يا شيخ؟ ايه ازاي؟ بص ايديه عامله ازاي؟ بص ايده. اهرب. بص شعره يا محمود. اهرب. ولع عينيه يا حبيبي. يا لهوي على خدوده. يا لهوي، ده انت عليك. ايه ده؟ في ايه؟ بص سمانته هو بيرقص، ده عليه سمانه. ايه ده يا ترى؟ ايه اللي حصل؟ قتلت الراجل؟ لا حول ولا قوه الا بالله. حسن، حسن هو اسمه حسن؟ اه. سيبهولي انا بقى. سلامات امو حسن من العنو من حسن، وسلامتك يا حسن من الدب اللي حسن. حسن يا ام حسن، هو انت بتاكل من ام حسن؟ ام حسن دي امي. عشان كده كرشك جالي بالزبادي. ابوس ايدك؟ لا لا، ده انت كرشك مش طبيعي. كرشي؟ لا هيقع يا وليا. لا هو ده. كيف انا عملت بيبي على نفسي ولا ايه؟ ايوه بقى، كفايه كده، هيجيلي جفاف يا مفتريه. مش انا؟ لا 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 كرش، بس شوف، بص يا محمود كرش، بص بتاع ده بيروح. بص الحمام، حمام، عايز اروح الحمام. افتح جيبك، افتح جيبك، اعمل بيبي بيبي بيبي. والمصحف يختي بيبي. اوعى الحياة يا رب اللي باقي. الحياة بيبي، انا هعمل بيبي في الجنينه بره. اعمل في الجنينه، هتجنني ام الحركه دي. دي بتقول حاجه تبط. انت ده مش واكل معاكي خالص؟ الحاجات دي ما بتاكل. يا رب الخطه البديله.